آخر يتعلق بالأنشطة المدرسية، صامدون في وجه العدوان السعودي، شعار معرض رسومات لطلاب وطالبات مدارس أمانة العاصمة. وحشية العدوان وبشاعة جرائمه لم تفارق مخيلات الأطفال الذين جسدونها عبر لوحات رسمت بألوان الخوف والقلق والرعب في معرض نظم في مدرسة أروى بالعاصمة صنعاء في اليوم 96 للعدوان السعودي الذي يستمر في قتل الأطفال في مختلف المناطق. احنا دحين ما ننساش هذا العدوان الا ما نموت، انه كم قد قتلوا ناس، كم قد فجروا بيوت. خلاص للحين نعبر احنا علينا بالرسومات وهم ذي كيف ما فعلوا فعلوا. احنا يعني صامدون وما ننساش يعني المناظر البشعة والانفجارات العدوان الغاشم ما ننساش مهما كان. وزارة التربية والتعليم استنكرت أثناء افتتاح المعرض الأساليب الإجرامية للعدوان التي وصلت إلى قصف المدارس واستهداف الطلاب باعتبارهم أكثر من كان لهم نصيب من عدوانية تحالف القتل والتدمير الذي حرمهم من أبسط حقوقهم وأهمها العلم والعيش بسلام. الأطفال والنساء أكثر الذين دفعوا ثمنا في هذا العدوان، حرموا من التعليم، حرموا من الأمن والأمان، ولذلك كانت فرصة أن يقدموا اليوم مواهبهم في هذه الرسومات التي تشاهدها. عبروا تعبيرا صادقا عن المعاناة، استطاعوا أن يشخصوا تشخيصا دقيقا من هم العملاء، استطاعوا أن يشخصوا تشخيصا دقيقا من الذي يدافع عن هذا الوطن. 72 لوحة إبداعية رسمتها أنامل طلاب وطالبات مدارس أمانة العاصمة عبرت عن معاناة المجتمع اليمني جراء استمرار العدوان قصفه وحصاره الجائر على اليمن. أصروا إلى أن يعبروا عن الوضع والمعاناة الذي بيعانوها من القصف، من العدوان، من التدمير، من الطائرات اليومية التي تحوم فوق سمائهم صباحا مساء. فعبروا هذا في لوحات جميلة ورائعة ومعبرة بأنامل أيديهم. أطفال اليمن بعثوا بصمودهم رسائل عدة للمجتمع الدولي أن اليمن مقبرة الغزاة وموطن أصل العرب، لا تنكسر من تكرب المتآمرين والأعداء على الوطن أرضا وإنسانا. مختار الخطيب، اليمن اليوم.